بقول لك ايه، تعالى بقول لك على قاعده مهمه جدا هتفيدك في الجرامر، وكمان وانت بتختار في اللغه الانجليزيه بالذات في الجمل اللي بيكون فيها فعل مساعد، وانا عايز اختار فعل ورا الفعل المساعد ده. احنا عارفين الافعال المساعده بتاعتي فيرب تو بي، فيرب تو دو، فيرب تو هاف، والمودال فيربس. تعالى نشوف يلا في الجمل دي انا هختار ازاي. الجمله الاولى بيقول لي هي از فوتبول. هقول لك في كل الجمل ركز قوي على الهيلبنج فيرب، يعني على الفعل المساعد. الفعل المساعد بتاع هنا از. هقول لك القاعده بتاعتي يا سيدي. قال لك اول ما تلاقي am or is or are was or were، يعني verb to be، قال لي هيكون وراه حاجه من الاثنين، يا اما هيجي وراه verb plus ing والكلام ده في المعلوم، تاني الكلام ده في المعلوم، او هيجي وراه past participle والكلام ده في المجهول. يبقى اذا اول ما الاقي الهيلبنج فيرب بتاعي هو فيرب تو بي، يبقى انا دماغي في حاجه من الاثنين بس، يا فيرب اي ان جي يا past participle والكلام ده لو كان مبني مجهول. تعال نشوف بقى، بيقول لي هي از اي فوتبول، يعني هو بيلعب كوره، خلي بالك هو اللي بيلعب يعني هو فاعل، فبالتالي هنا لازم اجيب وراها فيرب بلس اي ان جي لانه معلوم، فهو هي از بلاينج فوتبول. اما لو شفنا الجمله الثانيه بيقول لي ماي كار واز اي يسترداي، طبعا العربيه بتاعتي مش معقول هقول صلحت امبارح، لكن العربيه اتصلحت، اذا العربيه هنا مفعول، فبالتالي فيرب تو بي هنا هيجي وراه باست بارتيسيبل يعني تصريف ثالث، فهقول مندد، فهقول ماي كار واز مندد يسترداي. تعال بقى نشوف الجمله اللي بعدها، بيقول لي اي دونت ايت هوم ميوزك. حبايبي الهيلبنج فيرب بتاع هنا هو دونت. القاعده بتاعتي بتقول ان لو لقيت دايما فيرب تو دو سواء دو او داز او ديد، سواء في النفي او في السؤال، على طول اللي بيجي وراهم لازم يكون مصدر الفعل، تاني اللي بيجي وراهم لازم يكون مصدر الفعل. فبالتالي لما اقول اي دونت ايت ميوزك ما تفكرش غير في مصدر بس، هقول اي دونت ليسن تو ميوزك، اي دونت ليسن تو ميوزك. اللي بعدها بيقول لي هي هاز ايه هيز واتش. لو سالتك ايه الفعل المساعد بتاعي الهيلبنج فيرب هتقول لي هاز. هقول لك القاعده بتاعت فيرب تو هاف، اول ما تشوف هاف او هاز او كمان هاد، على طول اللي جاي وراهم باست بارتيسيبل، ما تفكرش في اي حاجه غير كده. فبالتالي هقول هي هاز لوست هيز واتش، يعني هو فقد ساعته. بقى من غير ما افكر اول ما هتلاقي فيرب تو هاف على طول هجيب وراه تصريف ثالث. طب تعالى نشوف الجمله اللي بعدها، بيقول لي هي كان ايه ابايك. لو بصيت على الهيلبنج فيرب بتاعي هلاقيه كان، طب كان ده ايه؟ هتقول لي كان ده مودال فيرب، فعل ناقص حبايبي. اي فعل ناقص حبايبي على طول وراه مصدر. اي فعل ناقص شكل كان او كود او ويل او وود او شال او شود، على طول اللي جاي وراهم لازم يكون مصدر بدون تو. فبالتالي هقول هي كان رايد ابايك، هي كان رايد ابايك. وبكده يبقى انا قدرت اختار الفعل لو جاي في الجمله بتاعتي قبله فعل مساعد هيلبينج فيرب.